الله وبركاته، معكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة ولكن أهلا بكم. النهاردة بمشيئة الله تعالى هنبدأ مع بعض سلسلة حلقات عن الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بيحدد عندي إما الصحة سواء للجهاز الهضمي سواء لكله، لأن المرض بيبدأ دايما من الجهاز الهضمي، يا إما التعب والإرهاق وأمراض ممكن تكون مزمنة. ده بيعتمد على ثلاث عناصر مهمين جدا، اولا الاكل الصحي او غيره، تاني حاجه ممارسه ومقدار التمارين اللي احنا بنمارسها، ثالث حاجه مستوى التوتر عندك في اليوم. الجهاز الهضمي واحد من 11 جهاز رئيسي في جسم الانسان، عباره عن مجموعه من الاعضاء بتعمل كلها مع بعض علشان تحول الطعام اللي انت بتختاره الى طاقه ومغذيات اساسيه بيحتاجها الجسم. بيتضمن هذا النظام مزيج من ايه؟ اعصاب، هرمونات، بكتيريا، دم، اعضاء. الجهاز الهضمي بيشمل تفاعل مع بقيه اجهزه الجسم زي الجهاز العصبي، زي الغدد الصماء، زي الجهاز المناعي، كله بيتم علشان عملية الهضم. هقولك على معلومة ممكن تكون عارفها ممكن تكون لأ. عملية الهضم بتبدأ عندك في الدماغ. ازاي؟ بيستجيب أنواع التوتر بسهولة جدا لما بتشم ريحة أكل، فبتبدأ تحس بالجوع، تحس بالتمهيد، بتمهد أعضاء جسمك وحالتك الذهنية أن أنت هتاكل النهاردة نوع الأكل اللي أنت شميته. كل ده بيتم عن طريق منطقة تحت المهاد. الطعام بيختلف هضمه الوقت بتاعه من شخص للتاني، ممكن ياخد من 6 إلى 8 ساعات تمام علشان يمر الطعام الدورة بتاعته كاملة عبر المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة اللي هي القولون، بيكون أقصر وقتا عند الرجال عن السيدات. في أعصاب بتتحكم في الجهاز الهضمي، بتتربط الأعضاء الجهاز الهضمي بالدماغ، ودي بمشيئة الله تعالى احتمال تبقى الحلقة الجاية الجوت برين كونكشن أو البرين جوت كونكشن، في ترابط ما بين الدماغ والمعدة. أعصاب داخل الجهاز الهضمي بيتم تشغيلها عند وجود الطعام، ده بيسمح لجهاز الهضمي العمل بشكل صحيح. ايه هي مكونات الجهاز الهضمي ودور الأعضاء ايه؟ رقم 1 الفم والأسنان واللعاب واللسان، ده رقم 1. الفم أو الأسنان بيتم مضغ الطعام، بنقطعه إلى قطع صغيرة بيسهل هضمها، بيختلط باللعاب، دي تاني حاجة، بتبدأ عملية تفتيت لشكل يمكن للجسم إن هو يمتصه ويستخدمه ويستفيد منه. بعد ما خلصت المضغ هنا، ولازم المضغ يكون جيد جداً، بعد ما خلصت المضغ هنا باستخدام الأسنان والطعم للسان والريق أو اللعاب، ده بيساعد في تفتيت الأكل، بيبدأ ينزل إلى المريء. المريء ده عبارة عن أنبوب عضلي بينقل الطعام والسوائل من الفم للمعدة، بمجرد أن يبدأ البلع بيصبح لا إراديا، يستمر تحت سيطرة المريء والدماغ. رقم 1 كانت الفم. 2 الطحال. الطحال دوت عضو موجود في البط، عضو لمفاوي بني مسطح بيضاوي الشكل. ده بيعمل ايه؟ بيكون بتصفية الدم وتخزينه لحماية الجسم من العدوى وفقدان الدم لا قدر الله لو حصلت اي حالة حوادث او مثلا نزيف او الولادة وهكذا. مخزون الدم، وانصن الجسم بيحس ان المخزون اللي موجود عنده من الدم بدأ يقل وان الجسم فعلا محتاج دم، بيجي ياخد من بنك الدم اللي هو الطحال تمام. ده كمان مسؤول عن تنظيف الشوائب من الدم وتدمير الخلايا الدم الحمراء القديمة، تخزين الدم في حالة الطوارئ زي ما احنا قلنا. ثالث حاجة عندنا المعدة. المعدة دي عبارة عن خزان لتخزين الطعام، بحيث يكون لدى الجسم
الوقت لهضم الوكبات الكبيرة بشكل مظبوط. لا يحتفظ هذا العضو المركزي بالطعام وبس، لا هو كمان بيعمل ايه، بيشتغل كخلاط مطحنة بتحتوي المعدة على حمض الهيدروكلوريك والإنزيمات الهاضمة اللي بتستمر في هضم الطعام منذ بدءه في الفم. الإنزيمات والأحماض دي لما تختلط بالطعام بتبدأ بالفعل في تحلل جوه الفم في المريء، بيتحول إلى سائل يسمى الكيموس، دي كلمة يونانية معنى الكم أو العصير أو العصارة، كتلة شبه سائلة المعدة بتفرزها بترسلها إلى الأمعاء أثناء عملية الهضم. الحمض الهيدروكلوريك بيدمر البكتيريا الضارة، بيغير الإنزيمات لبدء هضم البروتين. حمض الهيدروكلوريك هو رقم 4، ده محلول نقي عديم اللون لاذع للغاية، بتكون من كلوريد الهيدروجين في المية، حمض معدني يعمل كسائل في الجهاز الهضمي، بيفتت البكتيريا غير المرغوب فيها. يعد أو بعد قيامه بوظيفته بيكون الطعام قوام سائل أو عجينة، الأكل بتعمل زي الهريسة كده، بيكون جاهز للانتقال إلى الأمعاء الدقيقة للخطوة التالية من هذه العملية المعقدة. 5، الكبد. الكبد ده تاني أكبر عضو في جسم الإنسان، ليه وظائف كتيرة جدا، لكن الوظيفة الرئيسية للكبد هي إنتاج العصارة الصفراوية الصفراء وإطلاقها في الأمعاء الدقيقة. بيصنع الكبد وبيفرز الصفراء وبيساعد بالإنزيمات على تكسير الدهون لأحماض دهنية. بيقوم الكبد بتطهير وتنقية الدم القادم من الأمعاء الدقيقة. بعد امتصاص العناصر الغذائية ديت من خلال الأمعاء الدقيقة، زي ما احنا عارفين قبل كده في حلقات الكانديدا أوفرجروس، في مجرى الدم تحت الأمعاء الدقيقة بتعدي عن طريق بوابات أو يعني مسام، بتنزل المغذيات دي والعناصر الغذائية لمجرى الدم. الدم بياخدها ويروح على الكبد علشان ينقيها ويصفيها ويزيل السموم. الكبد عنده قدرة كبيرة جدا على تكسير الأحماض الأمينية وتخزينها وتوليف واستقلاب الدهون والكوليسترول، تخزين الجلوكوز وإزالة السموم من الدم وتنظيم وظائفنا الداخلية. رقم 6، المرارة. المرارة دي عبارة عن عضو صغير جدا شبه الكمثرى، بيستخدم لتخزين الصفرة الزائدة من الأمعاء الدقيقة ويتامينات. مين اللي بيفرز الصفرة؟ الكبد. خلاص، الصفرة ديت بتروح مع الأكل للأمعاء الدقيقة علشان عملية الهضم والامتصاص. اتبقى شوية من العصارة الصفراوية ديت ما بتنزلش ما بتخرجش مع البراز، إنما اللي اتبقى من الأمعاء الدقيقة بيروح تخزنها مين؟ المرارة. ليه بتخزنيها يا مرارة؟ علشان تبقى مستعدة للوجبات التانية، إن أنا عندي استوك من الصفرة موجودة عندي، لو أنت مرة واحدة جت في دماغك إن هو أنا هاكل حاجة أيا كان ممكن تكون بسيطة، لا أنا عندي الصفرة مخزناها في المرارة، وسبح باسم ربك الأعلى. رقم 7، البنكرياس. البنكرياس عضو اسفنجي على شكل أنبوب حوالي 6 بوصة، بيفرز إنزيمات برضو في الجهاز الهضمي في الأمعاء الدقيقة، بيكمل الهضم الكيميائي للأطعمة. العصارة بتاعت البنكرياس قادرة على هضم الدهون والكربوهيدرات اللي بتدينا منها طاقة، وعلى هضم البروتينات وتكوين الأحماض الأمينية للبناء والأحماض النووية. كمان البنكرياس دي دور مهم جدا، ان هو بيفرز الانسولين. الانسولين دوت بيفرز ليه؟ علشان تنظيم مستويات السكر في الدم. البوابة اللي بتاخد السكر تحطه في الخلايا الدم فتدينا طاقة، مش تكون سكر في الدم. ارجعوا لحلقة السكر الدم.
كل من الإنزيمات والهرمونات ضرورية للحفاظ على الجسم والجهاز الهضمي بشكل صحيح. البنكرياس بيتصل بالكبد بالمرارة بالقناة الصفراوية. أثناء صنع العصارة من البنكرياس بتتدفق إلى قناة البنكرياس الرئيسية، وبعد كده بتروح للقناة المشتركة ما بين اللي احنا قلناهم دول. تسمح المادة الصفراوية بتساعد ان هي بتساعد في هضم الدهون تكسير الطعام قبل وصوله الى الامعاء الدقيقة. رقم 8 الامعاء الدقيقة. الامعاء الدقيقة دي عبارة عن انبوب طويل ورفيع بيبلغ قطره بوصة واحدة، بيبلغ طوله 20 قدم. الاكل دلوقتي ايه اللي بيحصل عندما يغادر الكيموس اللي هي العصارة اللي تم هضمها؟ المعدة بيدخل الامعاء الدقيقة من خلال العضلة العصرة البوابية. العضلة ديت بتعمل كصمام تمنع ارتجاع الطعام مرة اخرى من الامعاء الى المعدة. سبحان الله، ايه هو الهضم والامتصاص اللي احنا عمالين نقول عليهم؟ الامعاء الدقيقة بالكامل ملفوفة، طبعا عارفين شكلها، السطح الداخلي مليء بالطيات والتلال، بيحدث معظم الهضم وكذلك امتصاص العناصر الغذائية في الامعاء الدقيقة. بيتحول من بيئة حمضية الى بيئة قلوية، ده بيعني ان الاحماض متعادلة. الامعاء الدقيقة مبطنة بنتوءات صغيرة جدا تزيد من مساحة سطح جدار الامعاء، فبيخلق مساحة امتصاص اكبر. بيتم تغذية كل النتوء بما يسمى الزغابات، دي هياكل أشبه بالشعر، بتسمى المايكروفيلي. توجد الإنزيمات على الزغابات دي، فده بيساعد على تكسير العناصر الغذائية بشكل يسهل الامتصاص. وظيفة الزغابات مساعدة في منع تسرب القناة الهضمية. امتى يحدث تسرب الامعاء؟ عندما تتضرر البطانه بتاعه الامعاء، ارتجاع الحلقات الجديده اوفر جروث، وارتشاح الامعاء. يحدث هذا بسبب سوء التغذيه، الطفيليات، العدوى، الادويه. يسمح للمواد زي السموم، الميكروبات، الطعام، النفايات غير المهضومه بالتسرب عبر الامعاء الدقيقه، ومنها الى الدم وبعدين للكبد، ويعني في حدوته بنت لذينه. بحلول الوقت اللي بيغادر فيه الطعام الامعاء الدقيقه بيتم استخلاص 90% من جميع العناصر الغذائيه من الطعام اللي دخلها بمجرد امتصاص العناصر الغذائيه. يمر السائل المتبقي عبر الامعاء الدقيقه ويذهب الى الامعاء الغليظه او القولون. رقم 9 القولون. القولون او الامعاء الغليظه دي عباره عن انبوبه طويله برضو اللي اقصر طبعا من الامعاء الدقيقه، بيبلغ قطرها حوالي 2.5 بوصة، اكبر من القطر بتاع الامعاء الدقيقه واقصر شويه، يعني هي طولها بيبقى 5 قدم. بيلتف حول حدود الامعاء الدقيقه، بيمتص الميه والفيتامينات والمعادن الموجوده في الأكل. بتستمر البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في القولون في المساعدة على الهضم. البكتيريا بتسمى بالفلورا، تعمل على تكسير النفايات، ودي هتبقى ليها حلقة برضو بمشيئة الله تعالى، ايه هي الجاد فلورا وموجودة فين بالظبط وبتعمل ايه. فالفلورا هنا بيتكلم ان هي موجودة في القولون، بتعمل على تكسير النفايات خلاص، واستخراج كميات صغيرة من العناصر الغذائية كل ما تبقى، خلاص دي المرحلة الأخيرة. بعد كده الفضلات المتبقية هتخرج من القولون طريق حاجة اسمها التمعج. التمعج ده عبارة عن انقباضات وانبساطات للعضلات علشان تروح للقناة الشرجية. في البداية تكون الفضلات في حالة سائلة، الناس اللي عندها إسهال من بعد امساك ويرجع تاني اسهال، امساك من بعد اسهال، افهموا الكلام دوت، لان ده مهم ان انتوا تفهموا جسمكم عامل ازاي وتعلموا ده لولادكم، هو ده اللي باقي، هو ده اللي باقي خلاص.
الفضلات بتكون في حالة سائلة حلو، لكن وهي بتتحرك في المرحلة الأخيرة ديت مع حركة القولون بتبدأ زي ما احنا قلنا ان الفلورا بتعمل وحركة التمعج حتى المية والفيتامينات والمعادن، لأ انا الجسم محتاج تاني الحاجات دي، محتاجها جسمي، هات يا ابن الحاجات ديت وخرج لي الفضلات صلبة أشبه إلى الصلبة. ده كان القولون. البروز بيتكون من بقايا الطعام والبكتيريا. الوقت اللي انت محتاج تعدي بيه علشان يتم تنظيف القولون حوالي 36 ساعة حتى يمر عبر الأكل أو الطعام أو كلام الفضلات بتمر عبر القولون. وعندما يمتلئ القولون، ان احنا قلنا طبعا هو عامل كده، لو القولون ده كله امتلأ بيفرغ محتوياته في المستقيم اللي بتبدأ عملية الإخراج. ده كانت نبذة بسيطة جدا 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 عن خلق الله الجميل، سبحان الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاملين زي الموظف اللي عنده ضمير، يعني كل حاجة للآخر بتتم بشكل المهندس العظيم العظيم ربنا سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله ولا قوة إلا بالله. الكلام ده أول حلقة في السلسلة بمجيئة الله تعالى. بعد كده هنعمل برضو الجت فلورا، الكونكشن بتوين البرين جت وبرين كونكشن. هنشوف دور المكملات الغذائية ودور البروبيوتيك، هتتشرح تاني بالراحة، وهنعرف بمشيئة الله تعالى كل نوع من البروبيوتيك علشان ايه، ومين الناس اللي ممنوع انهم ياخدوا بروبيوتيك، وهل هو ممنوع عليهم ان جنرال ولا في حاجات وفي حاجات لا. اتمنى النهاردة ان شاء الله اكون افدتكم. انا مبسوطة جدا، انا وانا بترجم المقال، طبعا مقال عن دكتور جوش اكس، هبعت هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن. مبسوطة وحاسة بعظمة الخالق سبحان الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما أكو شيماء عثمان من قناة مش دكتورة ولكن، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم أو أنا عجبتكم بليز اعملولي شير ولايك وسبسكرايب، ودمتم سالمين. أشوفكم إن شاء الله الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.